مرحبا بكم على قناة تجارب دكتور في الرياضيات. في الحصة هذه غادي نركزو فقط على ليكزيرسيس 5. دونك هاد ليكزيرسيس هذا خليته لكم في لابارتي ديال لي زابليكاسيون انجيكتيف سيرجيكتيف بيجيكتيف، وهذا ماشي غير اكزيرسيس فقط، هذا اكزيرسيس وهذا اكزامبل وهذا كور، وهذا غيشرح لنا هذوك لانجيكتيفيتي سيرجيكتيفيتي والبيجيكتيفيتي، غادي يشرحهم لنا مزيان. هذه فرصه للطلبه اللي مازال ما فاهمينش هاد لي نوسيون هادو يحاولوا يركزوا معايا في هاد الحصه هذه، غادي يفهموا مزيان هاد لي نوسيون. داكو شنو كيقول هاد ليكزيرسيس؟ كنعرفوا لا فالور ابسولي، شنو المعنى ديال فالور ابسولي؟ شنو هي هاد الفونكسيون هادي؟ فونكسيون فالور ابسولي، لا فونكسيون فالور ابسولي ديال اكس كتساوي لنا هي اكس نيت، ولكن الا كان اكس بوزيتيف، وكتساوي لنا موان اكس الا كان اكس نيجاتيف. داكو كنلاحظوا ان هاد لا فالور ابسولي دو اكس دائما بوزيتيف، هادي هي الملاحظه الاولى، دائما بوزيتيف واخا كتساوي هنا موان اكس. رد البال، لان بعض الطلبه راه كنجي غير كنت كنديرها في الاول، فاش يلاه بديت كنخدم مع الطلبه كنجي غير كنضحك معاهم وكيصدموني، كنقول لي مثلا موان اكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، موان اكس هادي اللي كاينه هنا، هادي اللي كاينه هنا، واش موان اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كيقول لك نيجاتيف غير لانها عندها موان. رد البال مع هادشي، ما واخا عندها موان راه عندك اكس نيجاتيف، اكس نيجاتيف فاش غادي دير ليها موان غتولي بوزيتيف. دونك الملاحظه الاولى ان لا فالور ابسولي ديال اكس دائما بوزيتيف. هاد دو بوين اللي كاينين هنا، كاينه دو بوين قبل من ايغال، شنو المعنى ديالها حتى هي؟ شرحتها قبل، المعنى ديالها ان هاد لا فالور ابسولي دو اكس ايغال اكس هادي راه ديفينيسيون، يعني ما عندهاش ان ديمونستراسيون، ما يمكنش تلقى شي واحد يسولك مثلا يقول لك مونطري كو لا فالور ابسولي ديال اكس كتساوي اكس. داكو ماشي ديمونستراسيون، هادي ديفينيسيون، ما عندهاش ديمونستراسيون، حنا اللي وضعناها. داكو يعني هاد دو بوين كتعني ديفينيسيون. كيسيون 1 ريبريزونتي غرافيكمون لا فونكسيون فالور ابسولي، هاد لا فونكسيون هادي فالور ابسولي اف دو اكس ايغال لا فالور ابسولي دو اكس، بغينا نرسموها نشوفوها بعدا كيفاش دايره في الغراف. اذا الا رسمناها، الا بغينا نرسموها بوغ اكس بوزيتيف، راه اف دو اكس هي اكس، اف دو اكس هي اكس، راه كنعرفوا الرسم ديالها هو هاد لا دغوات هادي، لان ولات دغوات ولات فونكسيون لينيير. داكو اف دو اكس ايغال اكس، بحال اف دو اكس ايغال ا اكس، فونكسيون لينيير كدوز من لوريجين او. وباش نرسموها نقدروا ناخذوا مثلا ان ونحسبوا ليه ليماج نلقاو ان، اي دونك غادي دوز من هاد البوان ان ان. دونك هادي هي لابارتي الاولى. لابارتي الثانيه نفس الشيء، غتكون عندها غير موان زان موان اكس. داكوغ موان اكس، دونك هادي هذا هو الكراف ديال لا فونكسيون فالور ابسولي. شنو الملاحظات اللي كاينين هنا؟ كنلاحظوا انها هاد الكراف هذا كاين فوق من لاكس دي زيكس. المعنى ديال هادشي ان هاد لا فونكسيون هادي دائما بوزيتيف كيف ما قلنا. داكو شنو كنلاحظوا ثاني حاجه اخرى؟ كنلاحظوا ان هادو كاملين هاد لي زيكس كلهم اللي هنا كلهم عندهم دي زيماج، كلهم عندهم دي زيماج، كيعني ان لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا فالور ابسولي هادشي واخا دخلت شويه لاناليز، ولكن مزيان اننا نشوفوا هاد يعني فين ما كتكون شي فرصه باش انني نشرح شي حاجه في الماتر كنشرحها. حنا كنحاولوا نتعلموا ديما، هذه نصيحه، ماشي تكون تبقى محصور دائما في الكور اللي عندك، راه الماتر راه كيجبد كل شيء اللي كاين في الماتر، خاصك تطبقه في اي حاجه في الماتر. يعني خدام في الاناليز مثلا، اناليز 1 غتحتاج لالجبر 1، غتخدم مثلا في لالجبر 1 بعض المرات غادي تحتاج لاناليز 1، واخا ماشي بواحد النسبه كبيره ولكن غتحتاج بعض المرات لاناليز 1. دونك خاصك تكون عارف لي غراف كيفاش تشوفهم وكيفاش تقراهم. هاد لا فونكسيون هادي لا فالور ابسولي عندها واحد البوان هنا، يعني ماشي جايه دايره، ماشي جات مثلا هنا ووصلات لهاد البوان هادي ودارت. داكو يعني عندها واحد البوان هنا بحال واحد الزاويه، فاش كتكون هنا عندك بوان زاويه بحال الزاويه بحال هاد الشكل، شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها ان هاد لا فونكسيون هادي ني با ديريفابل في هاد البوان زيرو، ني با ديريفابل. داكوغ دونك هادي لا فونكسيون فالور ابسولي. نشوفو الكيستيون دو، قال لك بوغ ايكغ ابارتينا ار ديتيرميني لو نومبر دونتيسيدون ديال ايكغ باغ لا فونكسيون فالور ابسولي ديستينغي 3 كا، نشوفو واحد ثلاثة ديال الحالات. لي ريبريزونتي سيغ لو غراف دو لا كيستيون بريسيدونت سيت فونكسيون ايتي انجيكتيف سيرجيكتيف بيجيكتيف. دابا غنحاولو نفهمو هاد ثلاثة ديال لي نوسيون. غادي ناخدو ان ريال
إيكغيك، وغادي نحاولو نقلبو كون اون شيرش لي سوليسيون اون إكس دو ليكواسيون فالور أبسولي دو إكس إيكال إيكغيك. دونك غادي نحاولو نلقاو لو نومبر دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون فالور أبسولي دو إكس إيكال إيكغيك، سيتادير لي نومبر إكس دون لا فالور أبسولي فو إيكغيك، يعني شكون هما لي نومبر اللي عندهم الفالور ابسولي كتساوي ايكغيك، وشحال العدد ديالهم اللي كيهمنا دابا حنا هو العدد ديالهم، لان قال لك ديتيرميني لو نومبر، لو نومبر دونتيسيدون إلي 3 كا. الا كان ايكغيك ستريكتومون بوزيتيف، الا كان ايكغيك ستريكتومون بوزيتيف دونك عندنا جوج ديال لي سوليسيون هما ايكغيك نيت و موان ايكغيك، لان لا فالور ابسولي دو ايكغيك تساوي ايكغيك، لا فالور ابسولي دي موان ايكغيك تساوي ايكغيك حتى هي. اي دونك لي ايكغيك لي بوزيتيف عندهم دو انتيسيدون، بور ايكغيك ايكال زيرو عنده انتيسيدون واحد اونيك هو زيرو نيت، و الا كان ايكغيك نيجاتيف ما يمكنش، لان لا فالور ابسولي ديال ايكغيك ديال اكس كتساوي شي حاجه نيجاتيف، هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف ما يمكنش، اذا لا سوليسيون نا با ليكواسيون نا با سوليسيون. اي دونك بور لي ايكغيك هاد لي ايكغيك لي نيجاتيف ما عندهمش لي زونتيسيدون، دونك لو نومبر دونتيسيدون هنا زيرو، بور ايكغيك ايكال زيرو لو نومبر دونتيسيدون اي ان، بور ايكغيك ستريكتمون بوزيتيف لو نومبر دونتيسيدون اي دو. داكوغ، هادشي هادي هي الريبونس. غادي نشوفو هادشي جرافيكمون، جرافيكمون كاينين تلاتة ديال لي كا لي قلنا، كاينين هاد لي زيكغيك لي بوزيتيف لي كاينين هنا، لي زيكغيك لي كاينين الفوق هادو عندهم دو زونتيسيدون، مثلا ناخدو ايكغيك كاينة هنا عندها اونتيسيدون ايكغيك وعندها اونتيسيدون موان ايكغيك، اي دونك هنا لو نومبر دونتيسيدون هو دو، ولكن الا كان ايكغيك ايكال زيرو في هاد الحالة هنا عندنا ان اونتيسيدون واحد، اونتيسيدون واحد، ولكن الا كان ايكغيك يعني انفيريور زيرو هنا في هاد لابارتي، الا درنا هاد لا دغوات هادي بيربونديكولار ما غاديش تلاقى لينا مع الكغاف، لان الكغاف بقى الفوق داكوغ، دونك هاد لا دغوات ما غاديش تلاقى مع 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 الكغاف، اي دونك نا با دو سوليسيون، دونك ما عندهاش لونتيسيدون، دونك هنا زيرو اونتيسيدون. داكوغ، هادشي اللي شرحت دابا هو هادشي اللي كاين هنا، الا كان ايكغيك ستريكتمون بوزيتيف لا دغوات اوريزونتال دوردوني ايكغيك انترسيكت لو كغاف دو لا فونكسيون فالور ابسولي اون دو بوان ديستينكت، إلا كان زيرو غتكون عندنا أن سول بوان، إلا كان إيكغيك إيكال أنفيرو ستريكتمون زيرو، إيكغيك نانتيرسيكت با، داكوغ، مغاديش تلاقى لينا مع الكغاف. إين فونكسيون إي إنجيكتيف، دابا نجاوبو على الكيستيون، واش هاد لا فونكسيون فالور أبسولي واش إنجيكتيف، واش سيرجيكتيف، واش بيجيكتيف. من بعد هاد ليكزيرسيس ومن بعد هاد الحصة هادي إلا كنتي فهمتيها مزيان، غيولي عندك مشكل أنك أن شي واحد يطرح عليك يقولك هاد لا فونكسيون واش إنجيكتيف، واش لا فونكسيون بيجيكتيف، واش لا فونكسيون، لان باش يقول لك لا فونكسيون بيجيكتيف ولا انجيكتيف ولا سيرجيكتيف خاصو يذكر لك دومين دو ديفين دومين دو ديبار او دومين داريفي، يعني مني هو مثلا عندك مثلا في هذه الحاله لا فالور ابسولي دومين دو ديفينيسيون ديالها شنو هو، هو ار، ار كامل ممكن نخدمو بار كلها، والدومين داريفي نقدروا نعتبروه حتى هو ار. دابا الا خدمنا من ار فيغ ار غنشوفو دابا واش عندنا يعني لانجيكتيفيتي، من بعد نقدروا نقصوا من ار الاولى ديال ديبار ولا الاولى داريفي، نقدروا نقصوا منها وتبدل هذيك لا ناتور، تقدر تكون ني با انجيكتيف وتولي انجيكتيف، نفس الشيء بالنسبه للسيرجيكتيفيتي، غير الدومين داريفي والدومين ديبار الا بدلناهم ممكن تبدل لا ناتور ديال لابليكاسيون. حنا غنشوفو دابا هنا وغنحاولو، ركزوا معايا مزيان، شوف مزيان شكون فيهم اللي عندها علاقه مع لانجيكتيفيتي وشكون فيهم اللي عندها علاقه مع سيرجيكتيفيتي، يعني واش لونسومبل ديبار ولا لونسومبل داريفي، وحده فيهم عندها علاقه مع لانجيكتيفيتي والاخرى عندها علاقه مع سيرجيكتيفيتي. لاحظ مزيان هنا شنو غادي نديرو، شنو معنى ديال فونكسيون انجيكتيف، اي فونكسيون اي انجيكتيف لورسكو تو لي زيليمون دو بيت اللي كيقولو بيت هو لونسومبل داريفي ensemble tania du bit en au plus un antécédent, يعني باش تكون لا فونكسيون انجيكتيف خاص ضروري هذوك لي زيكغيك هذوك لي كاينين في لونسومبل داريفي يكون عندهم انتيسيدون او بلس. شنو كان كنعني بانتيسيدون او بلس، سي تادير كيل سون سوا جامي اتان، يعني اما ما عندهمش لونتيسيدون
اتان يعني انها كتساوي اف ديال شي حاجه، انها عندها لونتيسيدون. اي دونك تقدر تكون جامي اتان يعني لو نومبر دونتيسيدون ديالها زيرو، سوا اتان اوني اون سول فوا، يعني اما عندها نومبر دونتيسيدون زيرو ولا اما عندها واحد. هذا هو المعنى ديال انجيكتيف. ولكن حنا شرحناها ثاني بطريقه اخرى في الكور، قلنا بلي انجيكتيف كتعني لونسومبل دي بار ما فيهاش شي جوج مختلفين وعندهم نفس ليماج. نعاودها، ما كاينينش شي اكس و اكس بريم، كاينين في لونسومبل دي بار يكونوا مختلفين وعندهم نفس ليماج. هذه ما خصهاش تكون باش تكون لابليكاسيون انجيكتيف، يعني باش نكتبوها ماتيماتيكمون، كلكو سوا اكس اكس بريم دون لونسومبل دي بار، خاص الا كان اكس ديفيرون دو اكس بريم امبليك اف دو اكس ديفيرون دو اف دو اكس بريم. هذا هو ديال ديفينيسيون ديال الانجكتيفيتي. هنا كنقدروا نديفينيو بهذه الطريقه الاخرى ثاني، نقدروا نشوفوها من لونسومبل داريفي. سوني با لو كا ايسي، لان في هاد لو كا، هذا في هاد الحاله اللي عندنا كاينين شي وحدين اللي ما عندهمش او بلوس اونتيسيدون واحد، عندهم جوج ثلاثة أربعة داكوغ. كاغ فالور لا فالور دو مثلا اي اتان دو فوا. علاش اتان دو فوا؟ لان ليماج ديال موان زان موان دو عفوا هي دو، وليماج ديال دو هي دو. دونك هاد دو هادي عندها جوج ديال لي زونتيسيدون، هما دو اي موان دو. اي دونك لا فونكسيون فالور ابسولي ني با دونك انجيكتيف. دونك كيفاش بينا انها انجيكتيف؟ فقط لقينا اكزومبل، فقط لقينا اكزومبل اللي هو دو، لقينا واحد لي ليمون ما عنده جوج ديال لي زونتيسيدون. هذه الطريقه باش تبين ني با انجيكتيف. Une fonction surjective lorsque tous les éléments du but de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent. باش تكون surjective خاص tous les éléments de l'ensemble d'arrivée خاص كلهم يكون عندهم au moins un antécédent. يعني اما يكون عندهم antécédent واحد، واما يكونوا عندهم جوج، ولا يكون عندهم ثلاثه، ولا داكوغ. كل واحد كل اليمون من يعني ايغريك دون لونسومبل داريفي، كل واحد عنده اونتيسيدون واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة. يعني ما كاينش شي اليمون في لونسومبل داريفي اللي ما عندوش لونتيسيدون، خاص كلشي يكون عندهم لي زونتيسيدون. داكوغ، سيتادير كيل سون اتان او موان اون فوا، على الاقل مرة واحدة. هادي لا سيرجيكتيفيتي. وهنا في هاد الحالة سوني با لو كا، يعني ما علاش؟ لان كاينين شي وحدين مثلا موان زان موان دو موان تخوا، هادو ما عندهمش لي زونتيسيدون. حنا شرحناها في الكيستيون بريسيدونت. ايسي باغ اكزومبل موان دو ني جامي اتان باغ اكزومبل، اي لا فونكسيون فالور ابسولي ني دونك با سيرجيكتيف. اي دونك هنا هاد لا فالور ابسولي لقيناها ما انجيكتيف ما سيرجيكتيف. المعنى ديال هادشي انها ني با بيجيكتيف. اي فونكسيون اوبجيكتيف سي اي لي سيرجيكتيف اي انجيكتيف، خاص ضروري بجوج. الا كانت غير وحده ناقصه دونك ني با ني با بيجيكتيف. حنا لقيناهم بجوج وما كاينينش، بجوج غالطين. اي دونك هاد لا فونكسيون هادي ني با بيجيكتيف. لي ريبونس بريسيدونت مونتر كو سو ني با لو كا ايسي، يعني ني با بيجيكتيف. دابا غنمشيو للكيستيون 3. شنو غادي نديرو في الكيستيون 3؟ اون ريسترين لونسومبل داريفي. دابا حنا كنا خدامين من ار، كنا خدامين في ليكزيرسيس ولا في الكيستيون اللي فاتت، كنا خدامين من ار فيغ ار. دابا شنو غنديرو؟ غنخدمو من ار فيغ ار بلس. غادي ناخدو هنا ار بلس، غادي نبقاو خدامين غير على ار بلس، وغنشوفو شنو غيتبدل. اون كونسيدير لا فونكسيون اف ديفيني بار، هي نفسها لا فالور ابسولي ولكن تبدلات لونسومبل داغيفي. بوغ تو ايكغ ابارتينا ار بلس، ديتيرميني لو نومبر دونتيسيدون دو ايكغ par la fonction f. D'accord ? Il distingue plusieurs cas. La fonction injective, surjective, bijective. On va voir ce qui va changer d'abord. Il y a la même fonction. Ce qui va changer, c'est l'injectivité, la surjectivité ou la bijectivité. Correction. Faisons la même étude. La même chose qu'on va dire. Il y a y strictement positif. La droite horizontale de la droite va être avec le graphe. deux points. D'accord. Donc, les y les strictement positifs, un homme au moins, un homme deux antécédents. Il est quand y égale 0, on a un seul point, un seul antécédent. Fait le cas là, magari nkhdemo b y inférieur à 0, y négatif, li enna khdamin hna f r plus, y qui est f r plus.
Et donc, notez que y strictement négatif n'existe plus ici, car le but est formé par des nombres positifs. Et donc, je nous dans ce cas, tous les éléments du but ont deux ou là un antécédent. L'ensemble d'arrivée a deux ou là un antécédent. La fonction f est donc surjective. Et donc, quand tu mais injective. ما سيرجيكتيف وما بيجيكتيف دابا ولات او موان بعدا ولات سيرجيكتيف واش غادي تبدل ليه حتى لانجيكتيفيتي لا مي با انجيكتيف علاش ني با انجيكتيف لان في لونسومبل دي بار باقي عندنا ار كلها اي دونك باقي عندنا مثلا موان دو اي دو موان دو اي دو باقي عندهم نفس ليماج اي دونك ني با انجيكتيف يعني احنا جاوبنا دابا على الكيستيون الى نقصنا من لونسومبل داريفي ممكن تولي لا فونكسيون اف سيرجيكتيف يعني لونسومبل داريفي عندها علاقه مع لا سيرجيكتيفيتي ولونسومبل دي بار عندها علاقه مع لانجيكتيفيتي داكوغ نشوفو دابا الكيستيون 4 لونسومبل دي بار غنرجعوها ار بلس بور تو ايكغ ابارتينا ار بلس ار بلس هاد اللي كاينه هنا كنقصدو بها الثانيه لان ايكغ غادي ناخذوها من لونسومبل داريفي Combien y a-t-il d'antécédents? Je vais antécédent d'abord à y. Y positif, voilà qu'il les antécédents, regardez un mot positif. Et donc, je vais le nombre d'antécédents, regardez le nombre d'antécédents d'Aimen. D'accord, il y a qu'un Y strictement positif, un seul point, un seul antécédent. Ou il y a qu'un Y égale 0, c'est un seul antécédent. Et donc, fait, on a la restriction de l'ensemble de départ, on a supprimé les antécédents. D'accord? On a supprimé des antécédents. On a les antécédents négatifs. On a supprimé les antécédents négatifs. On a supprimé les antécédents positifs. Et donc, on a l'unicité de l'antécédent. Fait le cas là, on a la fonction injective. D'accord? Dans ce cas, tous les éléments du 8 ont un unique antécédent. La fonction g est donc surjective et injective, c'est-à-dire bijective. Il y a d'abord la scène bijective. Qui fait une bino d'abord injective, surjective, bijective, yani en général. Parce que l'axe comme tu as dit, il y a ça fait l'exercice de base là. On l'axe, je ne gonne. On a dit l'injectivité. عندها علاقه نقدروا نديفينيوها كما كنديروا هنا في هذا البي دي اف ولكن من الاحسن اننا نشوفوها ان عندها علاقه مع لونسومبل ديبار المعنى ديالها ان كلكو سوا اكس اكس بريم دون لونسومبل ديبار الا كانت اكس ديفيرون دو اكس بريم خاص نبينوا ان اف دو اكس ديفيرون دو اف دو اكس بريم ولكن ما غنخدموش بها الطريقه اللي فيها ديفيرون لان ديفيرون شي حاجه اللي ما نقدروش نخدموا بها مرتاحين لان فيها شي حوايج اللي ما واضحينش داكوغ ديفيرون عندها دي بروبريتي اللي ما كيبقاوش صحاح مثلا حنا عندنا في ليغاليتي عندنا مثلا الا كانت ا ايغال بي و بي ايغال سي اي دونك ا ايغال سي هذه واضحه ولكن في ديفيرون ما صحيحاش هذه القضيه واخا تكون ا ديفيرون دو بي و بي ديفيرون دو سي ما كيعنيش ان ا ديفيرون دو سي دكو جربوها اعطيني اكزامبل اعطيني اكزامبل غير بالاعداد لي نومبر عاديين اي دونك كنحاولوا نتفاداو الديفيرون ما كنخدموش بها شنو كنديروا كنعاودوا كنخدموا بالكونترابوزي في هذه الحاله باش نبينوا ان اكس ديفيرون دو اكس بريم امبليك اف دو اكس ديفيرون دو اف دو اكس بريم شنو غادي نديروا غنقلبوها غنبينوا بلي اف دو اكس ايغال اف دو اكس بريم امبليك اكس ايغال اكس بريم دكو هذه هي لا ميثود pour la surjectivité كان ناخدو دائما y كاين في لونسومبل داريفي وكان بينو بلي ليكواسيون f دو x يقال y ادمي او موان اون سوليسيون الى بغينا نبينو لا سيرجكتيفيتي عندنا جوج ديال لي ميثود اما نبينو انجكتيف سيرجكتيف واما نبينو نفس الطريقه ديال سيرجكتيف ناخذ y دون لونسومبل داريفي ونحطو ليكواسيون f دو x يقال y ونبينو بلي هاد ليكواسيون هادي عندها سوليسيون اونيك ماشي بحال لا سيرجكتيفيتي كنبينو ان هاد ليكواسيون عندها او موان اون سوليسيون داكوغ دونك هادشي اللي كاين في هاد الدرس في الحصه الجايه غادي نكملو لي زيكزيرسيس